دعونا ندعي السذاجة ونتساءل ما الذي يعنيه أن عدد الأثرياء في آسيا صار الأكبر عالميا، أكثر حتى من أثرياء القارة الشهيرة بثرائها ورفاهها أوروبا. دعونا نطرح هذا السؤال بين قوسين الساذج على الأستاذ كريم نخلة، الخبير الاقتصادي ومدير الثروات في جلوبال آي. مساء الخير يا أستاذ كريم. نور، سعداء جدا. أنا بقول لحضرتك سؤال ساذج ليه؟ لأن أنا عارف الإجابة بس مش هقول، عايزك أنت اللي آسيا تصعد. طبعا إذا بدك تطلع أنت على النمو الاقتصادي، يعني أحد واحدة من الركائز اللي يبنى عليها إذا بدك هذه الدراسات اللي تمت. بس طبعا كمان هيدي الدراسات بتنبنى على كذا، يعني كذا محور. اول شيء منهم اذا بدك تطلع من حجم الاسهم وقيمه الاسهم في اسيا تتصاعد في الاثناء الاخيره، بينما تبع اوروبا كانت عم تنزل. سو هيدي وحده من كمان من الاسباب اللي خلي هالاغنياء يكون عندهم يعني كميه الغنى تبعهم أقل بالنسبة لتزايد اللي عم بيصير بالصين. هيدا من ناحية واحدة. من ناحية تانية إذا بدك تطلع كمان اليوم اللي عم بيصير، أنت عندك غير الأسهم عندك الأصول العقارية. الأصول العقارية كمان هي تقيم عند تقييم كل شخص إذا هو من الأثرياء أو لا. سو الأصول العقارية في الصين تتزايد أسعاره وتتضاعف أسعارها وتضاعفت من سنة 2007 لهلا. يعني اللي خلى أنه هالأثرياء يبين عندهم أصول أقوى وأكبر من تبع الأوروبيين، بينما أسعار العقارات والريل استيت بأوروبا تنزل. عم تنزل يعني حاليا. رأي سعادتك أنه كمان ليس من الدقيق أن نعتبر ذلك إشارة على أنه آسيا أقوى اقتصاديا من أوروبا؟ الأمر ليس بهذه البساطة. يعني هي أقوى، هي مش أقوى اقتصاديا، هي عندها نمو أكبر من أوروبا ولا حتى في الوضع الحالي. أثرى قارة أثرى من أوروبا، هي في عندها نمو أكتر. والفرق كمان اللي عندك يا إنه كمية الأشخاص اللي كانوا بأوروبا حققوا إذا بدك هالمكاسب الطائلة وأصبحوا من الأثرياء في سنة 90 وفي سنة 95 والألفين، على أيام إذا بدك هالثورات تبع التكنولوجي والتكنولوجي سكتور والأسهم. سو عملوا إذا بدك خلقت الطبقة الثرية خلقت من 20 سنة، بينما هلأ عم بيخلق الطبق الملياردير والأغنياء في الصين. يعني هيدا طبقة جديدة، مشان هيك نحن هلأ عم نشوف الفرق، لأنه هيدا ما كانت موجودة. من ما تنسى أنه اليوم أنت عم تجي من بلد كان شيوعي من 20 سنة. أيوة. اليوم صار عنده أكبر أثرياء الحقيقة. حضرتك بتقول كان شيوعي، الصين لسه شيوعية نظريا على الأقل بالفكرة بالمبدأ يعني. طبعا يحكمها الحزب الشيوعي الصيني، أكبر حزب يعني شيوعي في العالم. لو هي دي شيوعية يا ريت كلنا شيوعيين يعني. مش معك، أنا متفق مع حضرتك، لكن لما تحلل الأدوات التي أدت باستخدامها إلى ثراء هذه الصفوة في قارة آسيا، اللعبة في البورصة ولا العقار ولا الاقتصاد القديم ولا إيه في تصورك؟ هو أول شيء إذا بدك تطلع أنت على المحفظة البورتفوليو اللي بتكون هالأغنياء، 27% من الأصول اللي عندهم إياها هي جاية من الأسهم، 26% هي أصول عقارية. سو إذا بدك عندك يعني هاي لحالة نسبة 53% من اللي بتشكل البورتفوليو أو الحقيبة الأسهم وأسهم والعقار. سو زيادة إلى عندك نسبة تقريبا 30% بتكون الأصول المجمدة في البنك أصول نقدية. وغيرها بتطبعها الأشياء إذا بدك اللي هي ريل استيت، بس بتكون منك استثمار، بتكون كاستعمال شخصي يعني البيوت والأشياء طبعا. بينما عندك 20 أو 6 مثل ما قلنا 26% وصول عقارية استثمارية، يعني تم إذا بدك الاستثمار فيها لداعي المكسب ويرجع يبيعها بعد سنة سنتين أو 3 سنين. لكن أظن أنه هذا يجعلنا نتأكد من الانطباع الذي كان سائدا خلال السنوات الماضية أنه آسيا الآن هي قارة
الفرص. اللي طبعاً عايز يعمل فلوس طبعاً صح يشتغل في آسيا. صح هتروح أوروبا المنافسة رهيبة جدا مزبوط والقواعد صارمة جدا ويعني صعب إنك تبقى مليونير في أوروبا. صح طبعا مثل ما تعرف يعني هذه دراسة اللي تمت حاليا تمت من قبل ميري لينش ومن قبل كاب جيميناي وهن كانوا عم بيعملوا دراسات على أي بلاد فيها إدارة أصول أكثر وأي بلاد حيكون فيها إذا بدك الفرص الاستثمارية إن كان من ناحية للشركات لإدارة الأصول أو للمستثمرين نفسهم. واليوم في عندك اتجاه كبير من الشركات اللي هي شركات إدارة الأموال نحو آسيا خاصة الصين والهند واليابان هني اللي حيكون عندهم إذا بدك النمو القائم. زيادة على هيك لازم تطلع إذا بتطلع على الاقتصاد العالمي توقعات 2011 و2012 بتقلك أنه المنطقة آسيا أو آسيا محيط الهادئ اللي نعم هي إيجيا باسيفيك نعم هي المنطقة اللي حيكون فيها أكثر شيء نمو اقتصادي عالمي في سنة 2011 باستثناء اليابان طبعا و2011 و2012. اليابان على النمط الاقتصادي الأوروبي يعني نقدر نجمعها مع أوروبا في مسألة في مسألة ضآلة الفرص المتاحة صح وضعف النمو وخاصة الكومبيتيشن اللي عندهم يعني والمعايير الصارمة يعني هتدخل تستثمر ستمتثل لمعايير صارمة جدا وعادة أكيد المستثمر الجديد الذي يود أن يحقق ثروة تضيقه مسألة المعايير صح صح بآسيا اللي صار أنه بعد ما صار في معايير صارمة لأنه هي بلاد لسه عم تتطور ولسه بدها وقت تيصير في التطور بتاعها يعني هي لغاية دلوقتي ما حطوش المعايير الأسيا الصعبة اللي هي ممكن إذا بدك تخوف المستثمرين وسبب تاني اللي هم ما حطوهاش عشان هم عاوزين يستقطبوا قد ما يقدروا المستثمرين اللي كانوا يستثمروا في أوروبا واللي كانوا يستثمروا في أمريكا وهم دول دلوقتي طلعوا من أمريكا عشان موضوع ماركت الريل استيت خاصة وطلعوا من أوروبا لأنه الأسهم الأوروبية فيها تلاعب جدا. الحقيقة أستاذ كريم قارة آسيا في داخلها تنافس شرس صح على جذب المستثمرين وهذا لمصلحة المستثمرين أكيد. يعني دلوقتي الفلبين تقول اشمعنا الصين تاخد كل تعمل هي مثلا الآيباد يتركب في الصين صح طب ما أنا ركبه عندي وهديكوا أسعار تنافسية مزبوط أكتر فتحس أنه التنافس داخل القارة وليس بين القارة وقارة أخرى طبعا يعني إذا بتطلع أنت من ناحية الأسهم انت حتستغرب بس تشوف انه عندك مثلا كمية المستثمرين بيتجهوا على اندونيسيا كان عندها نمو عالي جدا فيتنام كان عندها نمو عالي جدا الفلبين يعني اللي هي حتى اذا بدك الدول النامية جوا القارة النامية اللي صحيح هي اسيا صحيح صحيح. طب قول لي هناك تفاوت هائل في الدخول داخل القارة الشريحة اللي احنا بنتكلم عنها دي انت عارف تعريف الثري في التقرير صح ده اللي عنده مليون بيلعب بيه صح ما هياش بيته ما هياش صيغة مراته مليون بيلعب مليون بيه نسيه يعني لو كبير كبير الأثرياء اللي عنده 30 مليون, 30 مليون يستطيع صح أن يحركهم استثماريا وقت ما يعوز ما مش بيته مش هيبيع بالزبط بيته هذه الشريحة تقابلها شريحة هائلة جدا أعداد بمئات الملايين يا أستاذ كريم من مدقعي الفقر صح مدن الصفيح اللي انت عارفها التي تحيط بالحواضر الآسيوية وخصوصا في الهند خاصة في الهند ده ما يخوفش واحد مدير استثمارات زيك كده ما تقعد تقول لا روح استثمروا في الهند ما ممكن الجياع دول اللي حول النقاط الفاخرة في قارة آسيا يأكلوهم يهجموا صح عليهم يعني بس هو اللي صار هلا انه هالاشخاص صاروا عم بيستثمروا بالبلاد تبعهم يعني إذا بتطلع أنت اليوم مثلا عندك شخص مثل لاكشمي ميتال اللي نعم هو السي او تبع شركة أرسلور ميتال اللي هي أكبر شركة حديد بالعالم هذا شخص هندي اليوم شفت الصور بتاعت القصر بتاعه طبعا بيقول لك الحمامات عفاك الله ذهب ويعني ده راجل ميدال على نفسه يا أستاذ طبعا طبعا ده يعني ده أحمد عز للعالم كله لا الرجل النهاردة مثلا ابتدى يتجه يعني كان عنده إذا بدك الطموح تبعه الاستحواذ على شركات الحديد عالميا بس في الفترة الأخيرة صار التوجه تبعه الاستثمار جوا الهند داخل الهند صاروا عم بيشتروا شركات هندية قائمة يعيدوا الهيكلية تبعها يعيدوا ضخ الأموال فيها تيجعوا كبروها صار في اتجاه إذا بدك داخلي أكتر
مش محبة بالهند، مش محبة بالبلد تبعه، بس لأنه المنطقة عامة اللي هن بيجهلوها مثل أمريكا ولا أوروبا صار في مخاوف منها. صحيح. يعني إذا بدك الاستثمار عم بيصير استثمار داخلي مش لأنه مش لأسباب وطنية، مش لأسباب وطنية، ما حدش فيهم وطني، كل واحد عاوز فلوسه وكل واحد عاوز يعمل المكسب بتاعه، بس بيقول لك هات أعمل المكسب هنا قريب، لو في أي مشكلة حعرف، لو في أي مشكلة حعرف أطلع من الموضوع، أبيع الأصول، أفك فلوسي، أعرف أجهز نفسي. سو إذا بدك الفكرة اللي هي صارت خلت هالناس يعملوا الاستثمارات الداخلية. يعني اليوم حتى بالصين المستثمرين الصينيين بيعملوا هالاستثمارات، صاروا عم بيعملوا بقلب الصين المعامل وعم بيزيدوا الاستثمارات طبعاً. بس كمان لأنه هن أشخاص صار لهم 20 سنة ما كانوا شايفين شيء من العالم، صار هلأ بالنسبة لهم إنه نحن هلا صرنا من الاثرياء، لا بدي اروح اشتري قصر بفرنسا، بدي اروح اشتري قصر باسبانيا، بدي اشتري شقه في باريس. يعني كمان ما تنسى انه هؤلاء اشخاص لمده 30 او 40 سنه كانوا مضغوطين، ما كانش معاهم فلوس، ما كانش معاهم اي حاجه، كانوا عايشين بنظام بدائي جدا، ومن اليوم للتاني انت اديته الملايين. تعرف التعبير الفرنساوي اللي بيقولك نوفوريش؟ نوفوريش بالضبط. ده تعبير الحقيقة بينظر اليه على انه تعبير جارح، لكن هم هذه الفئة هم هتوصفهم ازاي؟ لانه لم يرسخوا عادات وتقاليد ارستقراطية على النمط القديم العريق. لسه قدامهم 10-20 سنة على ما يبقوا ارستقراطية. هو بص هو التعبير ده الارستقراطي بيقولك ده تعبير ممكن يجرحك، بس انا لو حديك انا مثلا النهاردة اديتك 200 مليون دولار، وبكره حسبيك نوفوريش، هتزعل يا راجل؟ هتزعل يا راجل؟ طب اديني 20 دولار بس. بالظبط. شوف اخيرا، هل تتصور انه ستكون هناك انتفاضات جياع في اسيا؟ لانه اي مستثمر دلوقتي يسمع كلامك ويحزم حقائبه تمهيدا للاستثمار في اسيا ارض الفرص يخاف من الحكايه دي، يطلع الجعانين ياكلوه. غالبا مش حيصير اي حاجه لسبب واحد، انه اليوم اللي عم بيعملوا الاستثمارات الكبيره هم اشخاص بطريقه او ما عندهم دعم من الحكومات تبعهم، عندهم اذا بدك دعم حتى من الحكومات المحليه ولا من الاصدقاء المحاوطين بهم. سو هالانتفاضات ممكن تاثر اذا بدك على نطاق وطني ضد الحكومه، بس مش ضد الاشخاص المستثمرين. صحيح. لانه حتى كمان اذا بتطلع في عندك الترند اذا بدك جديد هلا عم بيصير بالعالم، اللي هن حاجه اسمها فيلانتروبي. فيلانتروبي اللي هو الناس زي وارن بافيت وزي بيل جيتس، المحسنون. يا الله ينور عليك. يعني ده بس يصير معاه 50 مليار he's not called a businessman anymore, he's called a philanthropist. ليه؟ عشان بيدي للتشاريتي دي 10 مليون كل سنه، وبيدي هلا هو بيديها عشان يساعد الناس، بس فعليا عشان يخفف ضرائب عليها، عشان هي لعبه ضريبيه اكثر من اي حاجه ثانيه. انا بحب واقعيتك جدا صراحه يعني. والاخر اخيرا صندوق النقد الدولي قال انه هيبقى في انتقال ولو يعني بنسبه مضبوطه وقليله نسبيا لتاثيرات المشاكل في الاقتصاديه في اوروبا وامريكا الى اسيا، والصندوق حذر القاره تحذيرا شديدا من هذا الانتقال. اي ضرر تتصوره في هذه الزاويه؟ خاصه اول ضرر اللي معقول يصير هو على صعيد العقارات. يعني اليوم اذا بتطلع على حتى الدراسه هاي اللي تمت اليوم، بتقول الدراسه انه التوقعات لسنه 2012 انه هالاشخاص اللي عندها اكثر من 26% من الاصول المستثمره بالعقارات يصير في تقليص من نسبه الاصول تبعهم لغايه 20%، يعني 6% معرضه بالضبط معرضه لتصحيح الاسعار، لانه بقى لهم 4-5 سنين بيعملوا مكسب وبيعملوا فلوس وبيعملوا فيري جود ريتيرنز من فعليهم كده بقى. خلاص هم عملوا اللي عايزين يعملوه يعني، مش مشكله. يا سيدي انا متشكر جدا، شكرا لسعادة كريم نخلة الخبير الاقتصادي ومدير الثروات في جلوبال اي. ثانك يو. قارئ الاقتصادي.